عندي ظروف ما عندي شغل مفنش. قلت له أنا بدعي لك وانت تتجه حق ربك، وربك ما حطك في هذا الموقف إلا علشان يحبك يبيك تدعي. موعد عقب 10 أيام 15 يوم إلا هو متصل بي حمد ذاك اليوم. يما قلت يما حياتي وانت، قال لي يما ترى الحمد لله رب العالمين الله أفرجها. قلت له الحمد والشكر الحمد لله. قال لي يما ايش تبين الحين؟ شو طرش لك؟ شو اسوي لك؟ قلت ابيك انت سالم وقانم بخير ونعمه بس. عيال الحين باب وعيالي كلهم صاروا طيبين كلهم، هذه نعمه ما بعدها نعمه. والله ما ينشبع من حكيك يا ام حسن. انا بعد ما شفت المشترك كيفك. ولا المشاهد، انا متاكده ما حد ما وده يعني ان هالحلقه تخلص وهاللقاء يخلص، لكن الوقت يعني مثل ما يقولون سبقنا وغصبا علينا. يعني انا الحين انا بختم وياك بس ابي دعاء لك منك حق اهل البحرين انه يوحد ويالف بين قلوبهم. اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهو القادر، اهو القادر سبحانه، اهو المؤلف القلوب سبحانه، قادر على ان يمسح على قلوبنا كلنا، وعلى ان يجمعنا اكبر احسن من اول واقوى من اول بقدره الرحمن. بقدرة الرحمن إن شاء الله يجمعنا على الخير وينور إن شاء الله قلوب عيالي ويهداهم الكريم ويجمعني وياهم إن شاء الله، وسلم إن شاء الله قوداتنا وتوج راسنا، وسلم الخليج كله ومقصرة وأشكرهم من كل قلبي. يعني الحمد لله الحمد أنا ما أقول يعني سووا حق ديرتنا، لا، لأن هاي ديرتهم بعد. نعم. البحرين ديرتهم، احنا جزء منهم لا يتجزأ من البحرين كلها. الله يسلمك يا ام حسن. وانا في ختام الحلقه بقول اقتراح حياتي، وهذه الاقتراح مو من عندي انا الصج، يعني ياني من شخص اسمه خالد الخياط من الحد بعد من عندكم. يقول انه يعني يطلب من اي مؤسسه، وحبذا يكون مجلس الاعلى للمراه، انها تسوي جائزه باسم ام حسن للعمل التطوعي. والله يسلم ولدي، اقطع يوابك الا بالخير لك الكرامه حبيبتي انت وياه. يسلم ولدي ويسلمون عيالي كلهم اللي سمعوني قولين على قلبي. انا كفايه علي ام حسن ان هذه اللي انت سويتيها كفايه علي. يوم شفتكم الحين وين ذاك اليوم وين الحين؟ اي نعم، نبع من حال الى حال الحمد لله رب الله لا يغير علينا. هذه خليفه ابوي نعمه، هذه النعمه. اي نعم. يلا بالامن والامان. اي والله. هذه النعمه. ما تعوض. الاول ياخذون قرص، ها؟ حتى الاول الحين نشيل الخبز يشيلون دور ما دوره، الاول ولا عندهم دور ما دوره، ويقطونه في الشاي وياكلونه، لكننا مرتاحين نفسيا، امن وامان. الحمد لله. الحين يوم يجينا الخير والنعمه، لو تمت يتيم ولا تم معوق ولا تم حتى المعوقين الحين يمشون لهم، ما تم اللي ما عنده وظيفه يعطونه معاش يا امي، ما تم اي بيوت اي للسقوط، حتى ذاك اليوم ابوي تحكي ما بعرف شو اقول، شو اقول عني، شو اقول يا امي؟ اقول يعني الحمد لله رب العالمين الشكر لك. اي والله. وان شكرتم لازيدنكم. وان شكرتم لازيدنكم. لازم احنا، واللي ما يشكر بني ادم ما يشكر الله. لازم نشكر بني ادم، يقول اذا سوينا سوسن وضحكت لي وجهي، ضحكت لي ضحكت حق امها، فهذه ابتسامتك تسمى. الله يسلمك يا بعد عمري والله. انا بختم اللقاء يا ام حسن، لكن يعني صيحتيني، ولكن يعني تستاهلين حب على راسك. انا اللي بحبك على راسي بنتي. اي عليك اللي تروحك حبيبة قلبي، انا اللي كنت اتمنى على انتي على سميرة على عيالي، هذا اللي انسى الاسامي احمد بيي لاني على بالي ما اعرف اسامي اثبت. ابي اشكركم كلكم كلكم، سمعوني يا عيالي يا الاعلاميين يلي شلتوا البحرين بمجهودكم وبذلتوا مجهود الصلاة عن محمد. الكل يقول وينهم عنها سوسن، وين عن سوسن؟ سوسن في معزته في كرامته وفي خيرها، وسوت ما سوت حق ناس من السكه، سوت حق ديرته بلدها اللي شولته وشولت عيولها وشولت اهلها من قبل. سوسن ما سوت شيء، واحنا الواحد اللي بيتطوع والله بيسوي. انت يا ام حسن اللي سويتي وضحنا مجهود اللي يسوي، شنو عيال اسمي تطوع؟ اذا انا ابي شلون اسوي تطوع؟ انا ذاك اليوم رحت في مكان في تجمع عندهم هاللون، قالوا نبي كرمون المتطوعين. قلت عشان صاروا متطوعين؟ احنا بالبلد
ونبي عيوننا التامون يميع، ونبي قيادتنا ترتاح واحنا نرتاح، الامن والامون هذه اهم شيء. ايش تقولون؟ شو تقولون؟ شو تقولون يا عيوني؟ الله يرضى عليكم. الحمد لله على كل حال. طولت العمر. وعمرك يخلفك علينا. ويخليك لنا يا ربي. انت افضلين قولي. واحده من الاشياء اللي طلعت يعني من وراء العاصفه اللي صارت، انا ذهب اصلي يا محسن. الحمد لله. ذهب اصلي. والله يا حبيبه قلبي كلنا. يقولون لي يقولون الامهات والبنات ويحببوني ما قصر. قلت لا مو بس انا اللي عندي، كلكم عندكم وطنيه. كلكم عندكم حب وانتم حب وانتم حق هذه البلد القوليه. سلمين يا ام حسن. مشكوره ما قصرتي. عسى عمرك طويل. وعمرك علي. لهني وايد نقدرها لك. يا عليش حياتي. شو اقول لك؟ الله يسلمك. مشكوره يا ام حسن. اللي في القلب يكفي. صح؟ صادق. بينتي ما شاء الله عليك. هيا عليكم. شاكره لكم اعزائي المشاهدين. واعتقد كانت مسك الختام ام حسن. حبيبتي. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الثانيه. يقول انت عزيز الراس.